مشاهدينا ننتقلوا معي هلا لعالم مفعم بالميوزك والموسيقى الكتير حلوه والاغاني اللبنانيه اللي اشتقنا نسمعها وصلنا زمان ما سمعناها. موجودين نحن بالديموكراتيك ريبوبليك اوف ميوزك، اكيد رح نسمع لاصوات كتير رائعه. خلينا نفوت. يعني بتحب اسماء تي ار ام كثير. I love Beirut beat. شو بتحب تسمع ميوزك؟ بسهر اكثر شيء بالحمراء، اكثر شيء هون بدي ار ام مع زياد، انا مرته لزياد صحاب، واكثر شيء بنسمع بنحب كثير نسمع باندز، فبنقضيها هون وقت اكون في ايفنتس وهيك، وبسمع طرب. بغني لك بالبيت زياد؟ بغني لبنتنا، صار عندنا بنوت هلا بغني لها. ايه ان شاء الله بتطلع صوتها كمان حلو. ان شاء الله. انا لسوء الحظ صوتي كثير بشع، بس انه كان بودي انه غني، عرفتي؟ انه حلم وراح. وبيضحكك كمان بالبيت؟ ايه بيقول نكات مهضوم يعني وين ما كان، مثل ما بتشوفيه هو هيك على طبيعته. اوكي الله يخليكم لبعض، ان شاء الله دايما تكونوا مبسوطين. ميرسي. ثانك يو. I love Beirut beat. Thank you. بعقده فريمون، بعقده بيشبه لي. شو بتحب تسمعي؟ بحب اسمع عربي كتير.
كتير هستيل الأغاني كتير بحبه. يعني لقيت المحل اللي بيناسبني. جنن. أوكي. خبرنا أكثر عن عيسى غندور الفنان اللي منشوفه ومنحضره كتير مهضوم أنت وعم غني. خبرنا أكثر عنك. Well, اسمانجي بحب كتير السهر وبحب دي ار ام. لا بمزح. لا كتير مهضوم عن جد هو هيك. صريح. ما عم يمزح أبدا. هو نص المزح أو ثلاث أرباع جد. خبرنا أنت مش عايش كل الوقت بلبنان. وين بتكون؟ في ويستوود لوس أنجلوس عادة، لأنه ماضي مع اليونيفرسال ميوزك مع مايلز كوبلاند اللي هو المانجر تبع ستينج كمان، وكل شغلي للأسف عم ينزل بيوروب وكندا أمريكا، ما بينزل بالعرب وولد. عيسى بدنا نهنيك عن جد لأنه أنت عم بتعيد الأغاني القديمة وعم بتخلد التراث اللبناني بصوتك الحلو. كل العالم يقدر يوصلن الأغاني القديمة، أكيد من زمان ما كان فيها هالقد وسائل عالمية وميديا، كانت الغنية اللبنانية محصورة بس عنا بلبنان. أنت لا، عم تشتغل عليها وتنشرها لكل العالم بأمريكا وبلبنان خاصة. نعم عن جد، خصوصا مثلا أول وحدة عملتها مش لبنانية، اللي هي بتسأل لي عليها لفايزة أحمد الله يرحمها، كانت بين 96-97، وانبسطت كتير لأنه ردة الفعل فيها كانت هون وبالبرة كتير كتير حلو. طب خبرنا عن ردة فعل الأجانب للأغاني اللبنانية. بتعرفي الأجنبي وخصوصا منن فيناتيك، يعني منن كتير إنه بيسمعوا إنه غربي، لا في كتير ناس هونيك أمريكان يعني وغير أمريكان حافظين أغاني أم كلثوم، فيروز، بدقوا عود، شغلة رائعة جدا، يعني سابقيننا بكتير، حتى هن سابقين بعض الفنانين الموجودين هلا بأغاني وبألحان وبأنغام أكثر من بعض الفنانين الموجودين هلا على الساحة اللبنانية أو العربية. نحن بدنا نهنيك عن جديد وثانك يو إنك طليت معنا بهالانترفيو الموضوع على الإف إم تي في ببروجرام بيروت بيت. أنا بشكركم، ثانك يو إف إم تي في، آي لاف يو، ثانك يو بيروت بيت. From Malaysia to Lebanon. Tell me about this story. I have a friend here that from Lebanon, and he told me all about Lebanon, and he made me want to come here. So here I am. I enjoy it, and I'm loving it. Really? I'm absolutely loving it. It's your first visit to it Lebanon. It is my first visit. It is definitely my first visit, and it will not be my last. Sure. Yes. Welcome to Lebanon. Thank you so Tell much. Tell me more about the nightlife here. It's amazing. It's actually true to words that it's one of the best amazing nightlife you have in the world. And do you like the Arabic music? I do. Actually, this is my first time and he brought me here, my friend. And it's amazing. I'm really glad I'm here tonight. Welcome, welcome once again. Thank yeah, you. Yeah, thank you so much. I'm expecting more, and I'm looking forward for the whole night long. I'm gonna have so much fun. We love Beirut Beats. كيف السهرة هون؟ كيف ملاقي الأجواء؟ بتجنن. بحب عيسى وبحب كتير زياد. ويجولي دايما بيجي معكم ناس من برا بتعرفوهم على البلد. دايماً.
دايما. يعني شغلتك جيد انت. بفتكر لازم اشتغل مع وزارة السياحة. بيمشي الحال. اكيد نحن بنحب انه كل لبنان يدعي اشخاص من برا يعزموا يشوفوا جمال لبنان وقديه حلو السهر عنا. صحيح كثير مش شوي، خصوصا بالدي ار ام. بتحبي نوع الميوزك القصص القديمة الترابية أو كتير. الجديدة؟ لا بحب كل شيء طرب وبحب الميكس فيوجن ميوزك، سو بين عيسى وبين زياد بيرفكت، كتير كتير قوية الموسيقى. I love بيروت بيت. مشاهدينا زياد سحب معنا هلا هالحالة والظاهرة النادرة اللي ما في مثلك، ما في منك اثنين، ما في كثير؟ في اثنين بس مش مش بالمحل هون. الموسيقى الموسيقى لا شك بتعمل بتعمل كثير اشياء. في اذا بدك الموسيقى بحاجه للزاويه تبعيته حتى لو كان عنده حياته الاجتماعيه، بس انا موسيقى بحب الموسيقى والموسيقى هي اولويتي. هيدا الشغف للميوزك هالقد بيعمل. ثانك يو لك زياد سحاب، برافو على كل شيء عم تعمل. I love Beirut Beat on FM TV, Ziad Sahab. لحود صاحبة أجمل عيون دفنتلي، وكتير حلو اللوك الجديد. ميرسي ناتالي، ثانك يو. هيدا لوك بس المسرح أو هيدا لوك مبدئيا للمسرح بس كتير عم بيشجعوني اعتمدوا، يبدو انه لبقلي ما بعرف تنشوف بدي قوي قلبي. كتير لبالي كتير حلو. I love Beirut Beat on FM TV. هيك عم ننهي حلقة الليلة من بيروت بيت على الطريقة اللبنانية مع الأغاني اللبنانية الحلوة والطرب الأصيل. ملتقانا دايما بيتجدد كل نهار جمعة الساعة 9 على FM TV.